أصلي جلسوم، كيف صرتي؟ كيف صحتك اليوم؟ منيحة منيحة. الليلي أنت كيفك؟ أنا كتير منيحة تمام. يا الله شو أنت ما بتنام أبدا، على طول بدك تضل عم بتراقب. أصلي شو اللي صاير؟ كيف شو صاير؟ احكي لي بسرعة. فهمت عليكي. شو المفهوم؟ يا الله جوليدا كمان، ليش بني أنا؟ شو متغير؟ خالتي واضح من وشك، احكي لنا شو الموضوع؟ الموضوع إنه نحن اليوم أنا وفرهاد قررنا نبدأ بحياة جديدة. حلو. وأخيرا بعيد عن هالبيت على الأخير وعن العيلة، قررنا نبدأ حياة ما يضايقنا فيها شيء أبدا. أنا كتير فرحت لك، نيالك يا أصلي نيالك. أوف. ألو حبيبتي، أنا رجعت على البيت، تعالي واستقبليني. يلا يا عمري يلا. زوليدا شو صاير لك يا بنت؟ هي مو عادتك، بعرف إنك ما بتسكتي أبدا، لا تكوني عم بتفكري شو رح يصير فيكي. لا أبدا خالتي، بالعكس أنا مبسوطة مشانكن. بس لحتى ما أكذب فكرت بحالي. يا حبيبتي من صراحتك، مع أنها متعبة شوي، معقول بعد ما لقيت بنت أختي بعد هالعمر بتخلى عنا برأيك؟ محل ما أنا بتكوني أنتي وخلص. شكرا خالتي، أنا ممنونتك، بس في شي تاني كمان. قولي. معقول قدرتي تسامحي أخي فرهاد بعد كل الشغلات اللي سمعتيها؟ خير. ليش أخي فرهاد شو عمل؟ قصص قديمة مو أكتر كلثوم، ونحن لازم نبدأ صفحة جديدة، ما نطلع لورا، القصص القديمة ما منا فايدة بنوب. فرهاد بترجاك؟ لا فرهاد، كأني سمعت اسم فرهاد. ما بعرف شو اللي عم يصير. أنا بروح بشوف. أصلي وقفي، لوين رايحة؟ أنت في ولد ببطنك، لوين رايحة؟ فرهاد بكفي، لا تقرب فرهاد، اتركه بترجاك. أنا ما عملت شي بنوب، الزنب مو زنبي، قلتوا إني خطفت ولد وقلتوا إني قتلت جيم، طيب شو الدليل وينه؟ أنا شو ما عملت فهو مشان أحمي بيتي ومرتي وبنتي وعيلتي كمان، فشو عملت أنا؟ فرهاد شو عم تعمل؟ اتركه بترجاك، لا تقتله فرهاد، خلص بعد شوي، خلص فرهاد بكفي خلص. وإنه أبوها الحقيقي فرهاد. شو عم تعمل انت هون؟ شارتي قولي شو عم تعمل انت هون؟ ليش؟ قلي ليش اجيت لهون على هذا البيت؟ ليش اجيت يا مجرم؟ ليش اجيت؟ احكي، واحد مجرم الله يلعنك. خلي على البيت. كيف بيجي هالرجال لهون؟ كيف بيجي؟ يا أخرس يا أصلي، بس كيف تجرأ؟ معلش تفهمني، مرت أخي فرهاد رح يحلها، اهدي شوي. لا لحظة شوي، شو هذا اللي عم يصير مع فرهاد؟ فرهاد شبه مع مين عم يتخانق؟ اللي صار إنه دخل جنيد على هالبيت وبدون ما حدا يوقفه أبداً يا سيد نامر. كيف؟ كيف؟ أنت قلي كيف؟ جنيد كيف دخل على البيت؟ أخي أخي اتركني يا أخرس، اتركني. أخي استنى، لا تخلي الأمور تكبر أكثر، بترجاك اهدى شوي، فرهاد رح يحلها بترجاك. قولوا لي أنتم مناح؟ مناح. حكى شي زعجكم؟ فيلدان؟ لا لا ما في شي. نامق أنت أكيد ما رح تسمح له الرجال يدخل البيت مو؟ آه.
أصلي أصلي بنتي مرت أخي بنتي ديروا بالكم خلونا نطلع لفوق ساعدوني يلا ساعدوني طبعا شفت هالعديم الأصل مرادتها يلا بنتي يلا كيف بيدخل هالرجال هيك؟ كيف بيدخل على البيت براحته يا تار؟ لا تخافي بنتي أكيد الله رح يعاقبه على عملته يلا لا تفكري أنت بس ارتاحي يلا يلا اسمعي أخي معه رح يحاسبه أكيد ارتاحي خدي كمان هو رح يعصب كتير حدا يشوفه بترجعكم أكيد بيكون فرهاد هلأ قلعه برات البيت لا تفكري بشي لو سمحتي صح اهدي بنتي اهدي تمدد يلا مدي إيديكي فكري بابنك وبس يلا مدي لي رجليك يلا ارتاحي ولا تفكري بأي شيء لا تقومي خليكي لا تقومي خليكي هيك انت منيحة تعي لشوف كيف صرتي منيحة يمكن غفلت شوي فرهاد ما رح تسمح لهالرجال يمشي بالبيت على كيفه لو شو ما صار ما هيك ما فيني اتحمل هالشي عن جد مشان أوزقة أوزقة يا أصلي الطفلة ضايعة شفتها من شوي ركضت لعند أبوه وضمته لأنه اشتقت له الواحد بيجمد بهيك لحظة بس جنيد هاد آخر واحد بيستاهل يكون أب أو يكون عنده بنت أوف أنتو لحقتو من قبل وما اهتميتوا لأوزقي ليش هلأ كتير مهتم هيك ما عم بفهم ليش فجأة صارت مهمة هاي القصة عندك ماشي ريحي بالك من هالقصة خلاص ماشي بنت صغيرة وأنا عم أحكي هيك بترجعك فرهاد خلينا نمشي من هون رح نمشي لا تخافي وأنا حكيت مع خالي شو قال؟ شو ممكن يقول؟ ما عم ناخد رأيه لا ما عم ناخد رأيه أكيد بس القصة ما بصير نروح بهيك ظرف بالأخير عنا عائلة والوضع صعب بس خلص رح زبط الأمور لا تخافي صح شو بدي أقول معك حق بس لا تخلي القصة تطول بترجعك لا تخافي لا تخافي أنا هو إذا خفتي هو كمان بيخاف ما يعني أحياناً بصير هيك شي بحس باللي بحس فيه وإذا فرحتي بحس فيكي؟ إيه طبعاً طبعاً بحس طيب هو بيوثق بأبوه؟ أكيد وأنتي بتوثقي؟ وأنا كمان تعرف إنه هذا المكان أأمن مكان بالعالم؟ معقول عم تجهزي برا بالحديقة؟ منغير جو شوي ومنقعد برا اليوم مع الأخرس كمان جلسون حلو الكل رجعوا على غرفهم والجو حلو برا والسيد نامي قصة هاندان ما بدهم يتعشوا اليوم ايه ماشي في شي تاني لحتى أخده؟ ايه فيك تاخد هاي معك كمان والمحارم ما هيك؟ باخدها أهوليا فيك تزيدي طبقين تاني صغير عم ينبط يعني قلبه ما بعرف هيك قولي انه جنيد مو ابوها لبنتي وابوها فرهاد ما هي انا ضليت ساكت وما حكيت شي الله وكيلك كنت عم ربي بنتك يا أخي مثل الأب كل الوقت الله وكيلك ما حكيت شي أنا ما حكيت شي بترجاك لا تحي
بتحمل هالولد بحضنك، بتشم ريحته، وهيك بتحس انك اب. بابا، بابا حبيبي، تقتلك كتير يا روحي. بابا حبيبي،